الأسرى مطالب كل أبناء شعبنا الفلسطيني أوسع حل التضامن مع أسرانا البواسل من أجل تعزيز صمودهم في مواجهة آلة القمع التي يمارسها السجان الإسرائيلي بأشكال متعددة منتهك فيها القانون الدولي والقانون الإنساني، خاصة الأسرى المرضى والأسرى الأطفال والنساء الذين يعانون من جراء هذه الإجراءات العنصرية التي تتناقض مع كافة المواثيق والأعراف بما فيها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، من أجل دعوة كل المؤسسات الحقوقية والقانونية بما فيها الصليب الأحمر إلى أوسع تحرك دولي ضاغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف كل هذه الممارسات والعمل على إطلاق سراح الأسرى الأطفال والمرضى والنساء. السلام إلى جميع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. كنت حالك أيمن، كنت صحتك، إيش أخبارك؟ سلم على الشباب من عندك، محمود كثير كثير بسلم عليك، سلم لنا أضياء من عندك، سلم لنا أحمد أبو جابر من عندك، وأقول الشباب من عندك، وأرائد الحج، وبنطالب حقوق الإنسان والعالم كله، والصليب الأحمر بالأفراج عن أسرانا البواسل، بدنا أسرانا أحياء، ما بدنا إياهم جثامين. وبدنا ان شاء الله بزورونا قبل ما نزورهم، ان شاء الله بتبيض السجون، لابد ان القيدان ينكسر، وان شاء الله بزورونا باقرب وقت، ونطالب الحريه، ونطالب لهم الحريه والفرج العاجل والنصر والانتصار الى اسرانا البواسل في سجون الاحتلال.